طقس معتدل ليوم الأربعاء وليالي مائلة للبرودة وارتفاع على درجات الحرارة يوم الخميس، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية. مساء الخير. إذن تبقى الأجواء صيفية اعتيادية في معظم مناطق المملكة لهذا اليوم ويوم الغد، لتكون الليالي باردة في معظم مناطق المملكة، وكما نشاهد هنا في درجات الحرارة الواردة لدينا من مركز طقس العرب نجد أن الأربعاء فجرا تكون الأجواء باردة، كما نشاهد أيضا خلال ساعات النهار تكون الأجواء صيفية اعتيادية. أما يوم الخميس فتبدأ درجات الحرارة بالارتفاع تدريجيا كما نشاهد في معظم مناطق المملكة، إلى أن يبدأ أيضا ارتفاع آخر يوم الجمعة. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة عمان. ضباب خفيف، درجات الحرارة تصل إلى 16 درجة مئوية وسرعة الرياح إلى 20 كيلومتر في الساعة، ونوضح أن الرطوبة تصل إلى 98%. أما في 3 أيام القادمة في العاصمة عمان، نهارا أجواء لطيفة كما ذكرنا، 26 مع غيوم متفرقة يوم الأربعاء ولا 18 ليلا. ارتفاع يوم الخميس ستكون درجة الحرارة 30 درجة مئوية و 21 درجة في ساعات الليل، وكذلك الأمر يوم الجمعة 31 إلى 22 درجة مئوية في ساعات الليل. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد، نبدأها شمالا من إربد، احتمالية لزخات أمطار 29 إلى 22 درجة مئوية، في المفرق من 28 إلى 19، في جرش من 30 إلى 20، وأيضا احتمال زخات أمطار في عجلون من 29 إلى 19 درجة مئوية في ساعات الليل. في عمان غيوم متفرقة 26 إلى 18، في الزرقاء 29 إلى 20، في البلقاء 27 إلى 20 درجة مئوية، في مادبة غيوم متفرقة من 26 إلى 19، أجواء حارة في البحر الميت من 37 إلى 27 درجة في ساعات الليل. جنوبا الكرك 26 إلى 17، في الطفيلة من 25 إلى 17، في معان 28 إلى 17، في جبال الشرى 23 إلى 14، وفي العقبة أجواء لطيفة من 35 إلى 26 درجة مئوية في ساعات الليل. رياح قد تثير الأتربة في الرويشد من 33 إلى 21، كذلك الأمر صفاوي 32 إلى 20 درجة مئوية، وفي الأزرق من 32 إلى 21 درجة في ساعات الليل. إذن كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.